يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن هشام مشرف ومنور كالعاده. الله يخليك يا كريم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام يا كله بخير حبيبي. الله يخليك. الاول اتفرجت على الكلاسيكو؟ الاول اتفرجت على الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. زعلت طبعا على ريال مدريد. تشجع ريال مدريد؟ اكيد طبعا، لازم تزعل، النتيجه كبيره جدا. وعلى لا حضرتك بتشجع ريال مدريد؟ اه زي يعني شفت المأساة النهارده. اتفرجت على اني جزء من المباراة؟ لا انا لحد اخر ربع ساعة بس، يعني كان الماتش انتهى. الربع ساعة دي اللي كانت حنينة علينا، يعني ربع ساعة رفقت على المباراة كلها. الربع ساعة دي اللي برشلونة ريح فيها شوية. ريح، ده حاجة فظيعة يعني. حظك انك ما شفتش الباقي. الباقي كان وحش قوي يا كابتن هشام، عشان كده زعلان. اربع اهداف وبرشلونة مضيع اربعة خمس تجوال كمان، يعني شفت شوية اهداف ضايعة يعني، كانت حاجة صعبة جدا. طيب منتخب مصر، قائمة منتخب مصر اعلنت امس، وان شاء الله ربنا يكرمنا وكل اللاعبين اللي في القائمة متفقين ان هم رجالة ورائعين. متفائل بالقائمة دي ان شاء الله؟ طبعا اول طبعا منتخب مصر ان شاء الله في المباراة الجاية بتاع مع السنغال. صرف النظر، احنا لازم بقى نرمي كل الحاجات السلبيات، صح؟ احنا نفكر في الايجابيات، نفكر صح في الحلم. اي حلم ممكن يجي في لحظة تلاقي نفسك بتحقق الحلم بسرعة بشكل كبير جدا لو ابتدينا نركز. عشان كده انا بقول احنا عايزين نبعد عن السلبيات، لان السلبيات ليها امور كتيرة جدا اوجدت نوع من انواع الشرع في الشرع المصري، احتقان كبير جدا. دلوقتي جه الوقت او المباراة دي ممكن تكون تخرجنا من الاحتقان اللي احنا فيه، نتجمع بقى بالظبط اللي هو زمالك، جمهور الاهلي، حب الجماهير كلها للعبه كره القدم، حب الجماهير لمنتخبها، وده هيولد ان الفرق هتلاقي حتى هيبقى في ترابط الفتره القادمه لو حصل طبعا الاحداث انها تمشي بالشكل اللي المفروض ان احنا نستمتع بيه، سواء وصولنا لكاس العالم، وطبعا مع فريق مش سهل. يعني انت النهارده بتلعب السنغال، فريق كل مكوناته عاليه جدا، عنده مجموعه لعيبه على اعلى مستوى، عنده لعيبه لعب قدر يحقق بطوله الامم الافريقيه الفتره اللي فاتت. طبعا عدى في مباراه يمكن خسرنا بضربات الجزاء، لكن برضو مش هننسى الاستحواذ اللي عندهم. يعني الفترات الاستحواذ اللي موجوده كانت في المباراه، لكن احنا قدرنا نطلع للمباراه لغايه الدقيقه 120، وكنا بنقول برافو فعلا لمجموعه اللعيبه اللي شاركوا في كاس الامم، والدور اللي قاموا بيه في المرحله الاخرانيه بالذات مع الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين، وخصوصا الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين، قدروا ان هم يحققوا المعادلة الصعبة، انه يقدر لعيب يقدر يؤدي 120 دقيقة في كل مباراة. صح. فده ادى نوع من انواع الارتياحية اكتر، ادى ثقة اكتر، ادى خبرات اكتر. صحيح. ادى اللعيبة فعلا ان هم عارفين ان هم ممكن يوصلوا لايه، لاعلى النقاط. لكن التركيز اللي فقدناه يمكن بعض الشيء في ضربات الجزاء هي يعني غيرت، ودي عمليه بتبقى يعني فيها لك وهارد لك يعني. صح. في اي حاجه من طيب بالظبط. القائمه دي فيها بعض العناصر الجديده، يعني عمر جابر دخل القائمه، شايفه دخول منطقي للقائمه؟ شايف حضرتك ان عمر جابر دخول منطقي لهذه القائمه؟ عمر جابر، محمود عماد، في عمر جابر، وفي نبيل عماد دونجا عفوا، وفي مجدي قفشه دخل. ومجدي قفشه دخل بالظبط. العناصر الجديده كانتش موجوده يمكن في كاس، يعني الباقيين كلهم تقريبا موجودين بقى لهم فتره بالظبط. برضو ممكن يكون ياسر ابراهيم كمان، ياسر ابراهيم. فطبعا دول المجموعه اللي دخلت يعني المرحله الاخيره دي. طبعا فرصه النهارده منتخب مصر بيلعب مباراه زي دي، اتجمع مجموعه لعيبه من افضل المجموعات الموجوده دلوقتي في المنتخب المصري، مفروض ان هم ينزلوا هذه المباراه عارفين يعني ايه كاس عالم. يمكن اختيارات مثلا بالنسبه لعمر جابر، طبعا انت عارف ان عمر جمال ما بيلعبش
باك رايت اصلا يعني هو اصلا، لكن ادى بشكل جيد صح في المركز ده على اساس انه بتاع. انا يعني مش مع اللعيب ان انا اقدر اثبته في مركز وهو مش متعود على هذا المركز، ممكن يقديم مباراه اثنين ثلاثه بشكل معقول، لكن لما نيجي نبص للادوار اللي هي المهمه والتعود على النواحي الدفاعيه محتاج لعيب يكون لها في المركز يعني ده. عمر جابر يمكن وصل للمرحله يعني حضرتك تتوقع او تتصور ان عمر جابر هو اللي يبدا اساسي في هذه المواجهه؟ عمر كمان عبد الواحد تالق في كاس الامم الافريقيه حتى لو مش مركزه زي ما حضرتك قلت، بس هل تتوقع ان عمر جابر اللي ما كانش موجود في هذه ممكن القائمة يخش معاه في منافسه كويسه جدا يعني لان عمر بيمتلك حته، عمر جابر بيمتلك حته الناحيه الدفاعيه اكتر يعني هو علشان اصلا كان لاعب نص ملعب ديفندر فبيمتلك بالحته الايه الحته الدفاعيه. تاني حاجه عمر عنده خبرات كتير جدا الفتره اللي فاتت ان هو بيعرف يخش وينطلق لجوه داخل الملعب كتير جدا، عنده حلول جوه الملعب اكتر فبيقدر يقوم بدور. يمكن عمر يعني بعد فترات هو التغيير اللي حصل انتقاله من نادي الزمالك للنادي بيراميدز يعني انا شايف انها كانت يعني نقطه ما كانتش في صالحه، لان عمر كان واخد الدفعه الكبيره جدا في نادي الزمالك بشكل كبير وكان بس كان عنده رحله احتراف في النص، كان عنده رحله احتراف في النص قبل البيراميدز يعني عمر يمتلك يعني الحته دي، هو اصلا ديفندر ولا اللي لعبته باك رايت يعني حضرتك انا اللي حطيته باك رايت لعبت عمر جابر باك رايت. هو افضل له بيلعب في باك رايت احسن ولا في وسط الملعب؟ لا أحسن. انا يعني لما حطيته في الباك رايت هو بيمتلك الحته والدخول من بره وبيعرف يخش لجوه بعد كده عند المنطقه الثلث الاخراني، بيقدر عمر عنده الحلول دي، يقدر يعمل كروس، يقدر يخش، يقدر يرقص ويعدي يعني عنده الحاجات دي، بيعرف ينطلق بينطلق من نص الملعب ويخش ياخد الحاجات العرضيات بيمتلكها الحته دي. فعمر جابر ممكن يكون عمر جابر صح. طيب دخول دونجا في القائمه بدلا من مهند لاشين كان موجود في كاس الامم الافريقيه وتعويضا طبعا لغياب طارق حامد مع القوه الوسط في وجود النني وحمدي فتحي وعمرو سولية، اضافه دونجا في وسط ملعب منتخب مصر في هذه المواجهه؟ اكيد طبعا لان دونجا لاعب ارتكازي انت فاهم، فممكن ان تعديل الخطه داخل الملعب ممكن يعتمد على حاجتين يعني مستر كروش مثلا لو لقى ان 4 3 3 هو بيلعب مثلا ساعات يحب ان هو يعدل الملعب ويقدر يستحوذ على الملعب اكتر، ممكن يدخل دونجا في نص الملعب جنب حمدي فتحي يعني اوقات ممكن يشتغل بان هو يلعب ب 4 2 3 1 يعني يقدر يشتغل في الحته دي لو عدل مثلا ونزل قفشه يعني ما هو قفشه لازم يلعب تحت الفرود صحيح ما ينفعش مش هنلعبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لان حته ان انا العب ب 4 3 3 دي بتبقى طريقه بالنسبه لي انا شخصيا يعني بفقد ثلاثه ناحيه اليمين وثلاثه ناحيه الشمال ليه؟ لانهم بيلعبوا على لاين، معظم لعبتنا لسه الحته دي ما 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 اندرجتش يعني او ما فهمناهاش قوي، فتلاقي معظم اللي بيلعب هاف رايت او هاف ليفت بيلعب جنب مثلا محمد صلاح وبيلعب جنب مثلا الناحيه الثانيه مرموش، فمثلا يقدر يتحرك لما يتحرك بيطلع كتير من نص الملعب فبيحصل فراغ في الحته دي فممكن مستر كروش يعوضها في الشوط الثاني مثلا ان هو مثلا يعدل مثلا لو حب انه يعدل طريقه الاداء، فهو دلوقتي مثلا ممكن يلعب بالسوليه ومعاه فتحي حمدي حمدي فتحي وفي النني مثلا يعني يقدر يشتغل بالحته دي، لكن لو لقى خروجهم كتير جدا وعدم بس هم في الاصل حتى في مباراه كاس الامم الافريقيه كان الحاجات اللي تؤخذ يعني لبعض الناس اللي كانت بتتكلم على هذا الامر يقول لك ان احنا تحولاتنا الهجوميه مش كبيره، احنا دفاعيا كويسين جدا عشان الثلاثه اللي حضرتك بتقول عليهم دول غالبا يعني واخدين اماكن دفاعيه بشكل كويس، متمركزين بشكل كويس، ادوارهم معظمها دفاعي اكتر منها ادوار هجوميه، فهو دايما هو بيعتمد على الثلاثي اللي في وسط الملعب لادوار دفاعيه اكتر منها ادوار هجوميه. اكيد نص الملعب ده هو جسم البني ادم لو ما فيش وسط اهو مش هيقف البني ادم، ولا الراس والجسم من فوق هيقف ولا الرجل هتقف على رجليها، فالوسط دايما هو المحور الاساسي. لكن لما بنيجي نتكلم النهارده بنلاقي السوليه ساعات بيسرح كتير جدا وبينطلق وبيخش من ايه من ناحيه الشمال والنني بقى عنده الحته دي، كل ما اللعيبه بتكبر اكتر وخبراتها بتعلى بيبتدي يبص للناحيه الهجوميه اكتر شويه. انت دايما الحته دي
بتبقى النزعه دي بتخليك انك انت ايه تبتدي ايه تشتغل لقدام. عايز تشتغل لقدام، فبيبتدي اللي هو متعود من صغره على الحته الدفاعيه بيحصل، وده حصل مع كل اللاعبين اللي هم لعبوا ديفندرات. يمكن لحد دلوقتي طارق حامد هو الوحيد اللي انا شايف ان هو ماسك بيتمركز في نص الملعب، ما بيقومش بدور كتير الا لو كمل وراح يشوط. لكن النهارده لما هتلعب بالسوليه مثلا والنني، انت بتلعب هيبقى ليهم دور هجومي، ما هماش هيبقوا واقفين لتحت، هتلاقيهم عندهم الاختراقات. والسوليه اوريدي بيشتغل في الحته دي لانه ساعات بيصنع اهداف ل زمايله، فهتلاقيه دايما خارج من الحته دي من نص الملعب. او انني برضو الحته دي برضو بيقوم بيها خلاص، يعني حته الناحيه الدفاعيه بتقل عنده وبتزيد عنده النزعه الهجوميه. فبيحصل في المركز هنا وفي نص الملعب تلاقي فيه فجوات بعض الشيء، فاللي هيقوم بيها مين في نص الملعب؟ حمدي فتحي. يعني انت فاهم، فهتيجي تبص تلاقي الحتة دي بقت واسعة شوية أو عليه. لكن اللي عايز أنا أقوله برضو إن دايما الأداء الروح بيغلب ساعات الأداء الفني. يعني مع الأداء الفني عندنا طبعا مجموعة لعيبة لما نيجي نتكلم عليهم دلوقتي، لما نيجي نتكلم على النني والسولية وحمدي فتحي النهارده من احسن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النص الملعب. يعني انت مختار من احسن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي المنتخب المصري، ومن افضل اللعيبه اللي موجودين برضو يعني على مستوى افريقيا. فلينا عندك محمد صلاح، وعندك مصطفى محمد، وعندك تريزيجيه ومرموش، وعندك مرموش، وعندك يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده لعيبه مميزه وكويسين جدا. وانا يعني متفائل خير، بس هي هتعتمد على سرعة استجابة اللعيبة بان هم يأدوا انهي طريقة. هل 4-3-3 ممكن يقوم بيها تبقى كويسة، ولا 4-2-3-1؟ هي دي النقطة اللي هو اللي ممكن. وده خليني اسألك، هل أفشل ليه دور في المباراتين؟ اكيد لازم يبقى الأسباد الموجود في الحتة دي، يبقى اكيد الراجل لازم هيغير من هيعدل اثناء المباراة. اثناء المباراة بالظبط، هيعدل اثناء المباراة بطريقة ان هو ممكن يلعب ب 4-2-3-1. بس أفشل مش هيبدأ، ما افتكرش، ما تفتكرش في البتاع. انا بقول لك اثناء المباراه يعني ممكن يكون نواحي استخدام انك انت بتغير من شكل الاداء الخططي في مباراه زي دي، وانت محتاج انك انت النهارده المباراتين دول يبقى عندك عوامل كتير جدا تقدر تلعب بيها اسلحه مختلفه. صحيح، يعني انت فاهم ان انا النهارده اقدر اعدل بس 4-4-2 مثلا، اروح حاطط اتنين فرود وحاطط اتنين ديفندر، وحاطط مثلا ناحيه اليمين وناحيه الشمال مثلا محمد صلاح، ومثلا مع الناحيه الثانيه زيزو مثلا. يعني انت فاهم، يعني حاجات كتير جدا ممكن تعديلات تحصل اثناء الملعب، او ممكن احط صلاح مع مصطفى محمد واحط طيب زيزو ناحيه اليمين. الثلاثي الوسط من وجهه نظرك في مباراه القاهره نلعب بالنني وطارق وحمدي فتحي وعمرو السوليه، ولا تلعب باتنين منهم ومعاهم واحد مثلا زي زيزو، واحد مثلا زي تريزيجيه لو لعب في النص وعمر مرموش قدام، تلعب واحد له نزعه هجوميه، يعني تلعب بالثلاثه فلات زي عمرو السوليه وحمدي فتحي ونني، ولا تزود معاهم او تشيل واحد منهم وتحط واحد له صفات هجوميه؟ يعني انت عايز تقول ان حمدي فتحي والسوليه والنني؟ لا، هتشيل واحد من الثلاثه. هتشيل واحد من الثلاثه وتحط زيزو وتريزيجيه. هتشيل حاجه من الاثنين، يعني السوليه واخد يعني بلفظ النني ممكن يكون عشان قاعد مع فرقته شوية، فممكن يكون المستوى بتاع الفني مثلا أو عدم لعبه شوية ممكن يكون مؤثر معاه، يعني أنت فاهم، فممكن يحصل التعديل في الحتة دي. وممكن يلعب السلاية ومعاه زيزو، وأنا شايف إن ده لو في حالة كده هو يبقى ده اللي يحصل. إن هو أنت لو هتلعب بطريقة 4-3-2 يبقى العب بزيزو تحت محمد صلاح والسلاية ناحية الشمال. صحيح، هو ده يعني ممكن يكون الأفضل. احساسك بقى ايه في مباراه الذهاب دي؟ هنعمل ايه ان شاء الله اللي جايه؟ اه والله بص، انا عندي احساس ان المنتخب المصري هيقدم لنا مباراه عظيمه وفيها مكسب. يعني انا متوقع المكسب ان شاء الله باذن الله، لكن هو المكسب هيبقى فيه صعوبه، لكن احنا بنتكلم ايه في واحده، اتمنى ان يكون اتنين. يعني اتمنى ان يكون اتنين ان شاء الله باذن الله. كابتن الكبير كابتن هشام يكن، حضرتك شرفتني ونورتني كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك، بشكرك كابتن هشام. ميرسي يا حبيبي. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نلتقي احمد فوزي العريان ومروان الشافعي، نتكلم شويه على الكلاسيكو وايضا اكيد على منتخبنا الوطني. خليكم معانا بعد الفاصل، نواصل ان شاء الله.